أنا مشاهدينا الكرام هاتفيا الشيخ فايز شاووش المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية. مرحبا بك الشيخ فايز. إذن صحيفة القدس العربي في تقرير لها ذكرت أن قضاء طرمية تحت وطأة الميليشيات بعلم الحكومة، إلى ما ترجع ازدياد نفوذ الميليشيات حاليا؟ بالبدء تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام، حياك الله. وكما أستغل هذه الفرصة لمناشدة الحكومة التركية وعلى رأسها السيد الرئيس أردوغان لتسهيل مهمة دخول النازحين أي المهجرين العالقين على الحدود السورية التركية لما ينالوه الآن من مجاعة من قبل لعوائلهم من الشيوخ والأطفال والنساء، بالإضافة إلى المضايقات الأخرى. وهذا بالتالي نتعشم خيرا من السيد الرئيس بتسهيل مهمة دخولهم إلى الأراضي التركية ولمواقف المعروفة والمشرفة تجاه العالم الإسلامي والإنساني بكثير من المواقف، والتي في الوقت نفسها تخلى حتى العرب عن اللاجئين والمهجرين، ولم يبقى مكان إلا أقليم كردستان والجمهورية الإسلامية. وبالتالي نكرر مناشدتنا إلى السيد الرئيس أردوغان بدخول المهجرين العالقين بكثرة المناشدات من أقاربهم في تركيا وفي الداخل في الأنبار وصلاح. نعود للموضوع السيد فاز لو سمحت. نعود للموضوع قضاء الطارمية. نعم تفضل. بالنسبة لقضاء الطارمية، هو من المعروف منذ 2003 العراق أي الحكومة العراقية لا توجد سيادة لأي حكومة عراقية بكل الحكومات المتعاقبة، بل زادتها بعد تشريع قانون لما يسمى بالحشد من قبل البرلمان وبعد خروج القوات المحتلة الأمريكية من العراق. أصبحت الميليشيات هي التي مسيطرة على القرار السياسي والعسكري بالعراق، وهذا ما يجعل الطارمية وكثير من المناطق بالعراق هي تحت استهداف الميليشيات المتعددة الاتجاهات والولاءات، والتي هي مدعومة من قبل نظام ولاة الفقيه في إيران. وبالتالي لن تبقى أمام المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية إلا إدانة هذه الأعمال الشنيعة المستمرة، وعلى المجتمع الدولي أن يأخذ زمام الأمور باتخاذ قرارات جريئة تجاه هذه الميليشيات أسوة في التنظيمات الإرهابية الأخرى. نعم شيخ فائز، وسط معاناة الأهالي الذين يعانون من ممارسة تلك الميليشيات، لأن حكومة العبادي لا تحرك ساكنا تجاه انتهاكات هذه الميليشيات، ما تفسيرك لذلك؟ يعني حكومة العبادي لا توجد سلطة قرار ولا يوجد أي قيمة لما يسمى بحكومة. بل السطوة والسلطة والهيمنة هي لقادة الميليشيات، والميليشيات التي أخذت سطوتها على جميع مناطق العراق، وبالتالي أصبح العراق كأشبه بإقليم من دفع من ولاية الفقيه تابع لإيران. ويعني هذه الإجراءات التعسفية لا يتمكن العبادي أو غير العبادي من وضع حد إلها. وكما يقال بأنه الكثير يقول نتحدى العبادي بأن يضع أحد قادة الميليشيات أو الفاسدين في السجن، وبالتالي السطوة ليس بيد العبادي، بل هناك تأثيرات أخرى على المجتمع الدولي بأن يقوم بإجراءات حادة وحازمة تجاه هذه الميليشيات وأعمالها الإجرامية. ليست الطارمية وحدها تعاني، فصحيفة العرب الجديد ذكرت أن ناحية جرف الصخر شمالية بابل قد تحولت إلى مركز اختطاف واعتقال. كيف تصف معاناة الأهالي في هذه الناحية وبقية المناطق في العراق؟ هذه معاناة، آلاف المعاناة التي تعانيها من الميليشيات، وليس جرف الصخر. حتى حصلت حادثة قبل 3 أيام في مناطق الموصل عندما جاء أحد سواق الفيلات وقسم من المنتمين للميليشيات هم سكارى وفاقدين وعيهم، مما أدى إلى ضرب سائق الشاحنة وإصابته. وفي الوقت نفسه جاءت شرطة الميزة في الموصل لإنقاذ هذا المصاب وإرساله للمستشفى لإنقاذه، مما تابعت الميليشيات القصف على أو ضرب هذه المجموعة من الشرطة وتفريقها، مما أدى إلى قتل شرطي ويقال إصابة 2 بجروح.
شكرا جزيلا لك شيخ فايز شاووش، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية.